أهلا بكم مشاهدينا من جديد. مع الانسحاب الأمريكي الجزئي من شمال شرق سوريا، بدأت روسيا بتعزيز وجودها هناك متخذة من مظلة اتفاق سوتشي مدخلا لها إلى شرقي الفرات لمد نفوذها في سوريا عبر إنشاء قواعد ونقاط عسكرية قريبة من الحدود التركية، ما يطرح علامات استفهام حول أهدافها الحقيقية من ذلك الوجود في ظل السيطرة الأمريكية على النفط والأجواء. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. لنبدأ الحكاية ومن البداية، أو بإمكانك أن تبدأ من حيث انتهت الحكاية. في الحكايات السياسية تكثر البدايات وينخفض مستوى توقع النهايات، كل نهاية مرتبطة بتشابكات معقدة ومسارات غامضة ومصالح مشتركة. تقول الحكاية إن اتفاقا تركيا روسيا وقعه الجانبان بخصوص مستقبل شرق الفرات وانسحاب قوات سوريا الديمقراطية بضمانات روسية لينهي بذلك عملية نبع السلام التي أطلقتها تركيا ضد من تسميهم الفصائل الإرهابية على حدودها، وسيكون هذا الاتفاق منعطفا جديدا في مسار القضية السورية. وهو منعطف ستجده روسيا فرصة لتعزيز وجودها بمناطق شرق الفرات، فأنشأت قاعدة مطار القامشت بعد سيطرتها عليه، فنقلت عتادها العسكري ومنصة دفاعية جوية إلى هناك، وهي قاعدة روسية جديدة لا تبعد سوى 4 كيلومترات عن القاعدة الأمريكية المعروفة باسم هيمو. تحاول موسكو إذن وراثة القواعد الأمريكية التي انسحبت منها بنشر نقاط مراقبة متعددة، وقامت بالاستيلاء على قاعدة أسعدية شمال غرب منبج بعد انسحاب القوات الأمريكية، وعززتها بالمدرعات والقوات، وأصبحت نقطة انطلاق للشرطة الروسية نحو شمال شرق سوريا. وما يثير الكثير من إشارات الاستفهام أن الشرطة العسكرية الروسية استولت على قاعدة سرين، وهذا ما سيتيح لها السيطرة الجزئية على الطريق السريع الاستراتيجي M4. فهل كان هذا الأمر على سبيل التساؤل قد جرى بتنسيق مع الولايات المتحدة؟ وعلى الرغم من هذا الوجود والتمدد الروسي في هذه المناطق، لكن هذا التموضع العسكري سيكون محدودا ومرهونا بمدى ردة الفعل الأمريكي، لأن الأمريكيين وحدهم من يسيطروا على السماء والمجال الجوي هناك، وبإمكانهم مراقبة التحركات الروسية وقوات النظام في تلك المنطقة. بالنسبة لأنقرة، ما زالت ترى في الاتفاق مع موسكو بأنه غير منجز وغير راضية عنه حتى الآن، وقالت إنه لم يتم تطهير المنطقة من قصد، وهددت قبل أيام على لسان وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو بشن هجوم عسكري جديد، لكن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعلن أن أنقرة أكدت للجانب الروسي عدم سعيها لعملية عسكرية جديدة. وهنا سيكون الاتفاق التركي الروسي حول هذه المنطقة رهن الغموض، أو أن تركيا فوجئت بالخطوات الروسية وتقدمها في شرق الفرات بالقرب من حدودها. السؤال الآن، هل تحاول واشنطن استخدام الجميع بمن فيهم روسيا لإدارة ملف شرق الفرات عبر وضع يدها على النفط؟ وهل ما يجري اتفاق غير معلن بين موسكو وأنقرة، أم أن تركيا مستعدة لنسف الاتفاق فيما لو حاولت موسكو مخالفة الاتفاق؟ مصير شرق الفرات في مهب النهايات المفتوحة. لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلي في الاستوديو أستاذ العلاقات الدولية الدكتور سمير صالحة، ومعنا عبر سكايب من موسكو الصحفي المتخصص بالشأن الروسي السيد سامر الياس. أرحب بكم وأبدأ معك سيد الياس. الكثير من التحليلات الآن تجمع على أن دخول روسيا إلى الشرق ربما كان يعني فرصة ذهبية لروسيا بالوصول إلى هذه المنطقة بعد وقت طويل من تفرد ربما الأمريكيين في السيطرة عليها، لكن بعد بقاء القوات الأمريكية وعدم انسحابها وبعد ما حدث بشأن النفط وبقاء مناطق النفط مع الأمريكيين وبعد عدم رضا تركيا أيضا عن تطبيق الاتفاقيات، هل حققت روسيا مكسبا استراتيجيا في هذه المنطقة أم أنها قد تورطت ربما في الشرق السوري؟ مساء الخير لك وللضيف العزيز وللمشاهدين بداية. طبيعي أن الجانب الروسي حقق نصرا استراتيجيا بولوجه إلى شرق الفرات، حيث أن روسيا لسنوات طويلة كانت
كان هناك خط أحمر من جانب الولايات المتحدة الأمريكية يمنعها من التقدم بهذا في هذه المنطقة، هي الآن باتت موجودة ووضعت قدمها في هذه المنطقة، وكلنا رأينا كيف أن هناك قواعد أمريكية تم الانسحاب منها دون أن تدمر، واستخدمها الجيش الروسي في مهماته اللاحقة. طبيعي أن التشابكات الكبيرة في هذه المنطقة ورغبة كل طرف في أن يحقق الحد الأقصى مما يريده هي التي تسبب هذه المشاكل، ولكن الجانب الروسي يعمل ضمن نفس طويل كما هي العادة من أجل يعني الاستمرار في استراتيجيته الأساسية، وهي عودة جميع الأراضي السورية إلى سيطرة النظام السوري، وهو يملك أوراق قوة في داخل شرق الفرات إضافة إلى الورقة الأساسية الأخرى التي يملكها وهي ورقة إدلب، ولا يمكن هنا فصل هذين الملفين فيما بينهما. نعم روسيا حققت يعني إنجازات صح القول بأنها دخلت إلى منطقة شرق الفرات، ولكن المشاكل ما زالت عالقة مع الجانب التركي، مع الجانب الكردي، وحتى مع النظام بشكل أو بآخر، ومع الإيرانيين أيضا، ولكنها تسعى إلى حل حالة هذه الأمور والبقاء طويلا في هذه المنطقة حسب طيب. ما التبنيه في الخامشلي طيب. وغيرها. سيد لياس، يعني أثرت نقطة وهي أن كل طرف يسعى إلى تحقيق أقصى ما يريده في هذه المنطقة، ألا نسبب هذا صدامات بين هذه الأطراف بسبب تداخل إراداتها ربما في الشرق السوري؟ طبيعي، يعني فلنتذكر تماما عندما بدأت موضوع مناطق خفض التصعيد، وعندما بدأت مسار أستانا، نحن رأينا أن روسيا استطاعت أن تجمع بين قوى متضاربة فيما بينها، واستطاعت تحييد دول الخليج العربي من المسار السياسي بشكل أو بآخر، واختطت هذا المسار وحققت فيه الكثير إن صح القول عبر إنهاء جميع أشكال المقاومة والسيطرة على أكثر من 65% من مساحة سوريا. كانت العقدة في منطقة شرق الفرات هي بدأت في هذه المنطقة. الجانب الأمريكي حتى الآن لو كان لا يريد أن تكسب روسيا في هذه المنطقة لما كان انسحب من قواعد عسكرية وأخلاها لهم، ولما يعني كان انسحب ضمن شروط مختلفة تماما، لكن رأينا أن هناك اتفاقين، الأول وقعت الولايات المتحدة الأمريكية مع تركيا، وبعدها بخمسة أيام جاءت روسيا في 22 من الشهر الماضي. هل يعتبر الروس موضوع انسحاب الأمريكيين من هذه القواعد نصرا، أم أنهم مدركون بأنها هي من قامت بإعطائهم هذه المناطق؟ طبيعي الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أعطت هذه المناطق، ولكن النصر أعتقد بأنه يكمن في أن روسيا دون أن تريخ أي دماء نحن فلنتذكر دائما. لكن يعني هذه التقسيمة أقصد سيد الياس هي تقسيمة الولايات المتحدة الأمريكية وليست رغبة روسيا في هذه المنطقة، هي تقسيمة الولايات المتحدة الأمريكية وتقسيمة روسيا وضمن اتفاق. هناك تنافس بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا على كسب تركيا. روسيا تسعى إلى أهداف أكبر من سوريا في هذا الموضوع، إلى إضعاف الخاصرة الجنوبية لحلف الناتو، وهي كذلك تعمل على عدة مسارات من أجل تقريب تركيا لها في هذه الفترة، من أجل انهيار حلف الناتو أو خروج تركيا من هذا الحلف. وفي المقابل فإن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تتنافس من أجل كسب ود تركيا بشكل أو بآخر، رغم علو الصوت الذي نلحظه بين فترة وأخرى طيب. من تهديدات تدمير الاقتصاد وغيره، ولكن طيب. الجانبان دعني أنقل هذه النقطة للدكتور صالحة، يعني هذه التقسيمة التي تحدثنا عنها هل غبنت تركيا فيها؟ يعني هناك بعض المحللين الآن يتحدثون عن أن حتى دخول روسيا ربما إلى الشرق لم يكن في حسبان الأتراك عندما كانوا يتحدثون عن المنطقة الآمنة. نعم، مساء الخير لك ولضيفك وللإخوة المشاهدين أولا. نعم. يعني أنا برأيي أنه المسألة ما زال فيها الكثير من الغموض. المسألة ليست مثل هذا الوضوح بأنه في تفاهمات أمريكية روسية تمت وهي الآن في باتجاه أن يتم تنفيذ هذه التفاهمات على الأرض. برأيي أنه المسألة فيها الكثير من التخبط بعد، غير واضحة تماما. في احتمال أيضا أن يكون هناك تفاهمات تركية أمريكية خلال زيارة الرئيس أردوغان الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأن تكون هذه التفاهمات أغضبت موسكو وأغضبت إيران، والدليل أنه
هذا التصعيد في إدلب الذي نراه أنا وأنت في الأيام الأخيرة برأيي رسالة مباشرة تعني إيران هنا، يعني لذلك ما هذا هذه الهجمات وهذه هذا القصف، هذه المجازر التي ارتكبت كما تعرف في هذه البقعة الجغرافية في إدلب تحديدا برأيي مرتبطة بعملية أن تكون رد إيراني، انزعاج إيراني من حصول تفاهمات تركية أمريكية مرتبطة بإضعاف إيران في سوريا. أترك هذه المادة جانبا لأنه أساس النقاش هو شرق الفرات كما نتابع تفضل. لأنه في شرق الفرات أيضا في أكثر من نقطة عالقة، صحيح أنه في تفاهمات تركية روسية تركية أمريكية أيضا في شرق الفرات، لكن هذه التفاهمات أيضا مرتبطة بأنه في غموض في الجزئيات. ما هي الجزئيات؟ أعطيك بعض الأمثلة. الآن ما يجري في بعض المناطق مثلا في عين عيسى، مثلا حجم الغموض في عين عيسى، إصرار مجموعات قسد على البقاء في هذه البقعة الجغرافية، ما يجري في تل تمر مثلا نقطة ثانية مهمة، تل رفعت مثلا، كل هذه المسائل هذه البقعة الجغرافية الآن فيها مواجهات مباشرة، وبرأيي أنا هذا التصعيد سيستمر في المرحلة المقبلة لأنه هي لم تحسم تماما في إطار التفاهمات. الآن في نقطة أشار إليها ضيفكي وقلناها أكثر من مرة أيضا كما تعرفين، أنه احتمال أن يكون هناك تفاهمات أمريكية روسية، نعم هذا ممكن، لكن هذه التفاهمات أيضا مرتبطة بأن تكون يعني اللاعب التركي واللاعب الإيراني أيضا في الملف السوري محمية حصته في هذه التفاهمات بشكل أو بآخر. نقطة أخيرة أيضا مهمة برأيي في نقاشات شرق الفرات، أنه الآن في طرح جديد قلناها أكثر من مرة أيضا، موضوع القامشلي، في الكثير من التعقيدات، ما زالت المسألة غير واضحة، وهذا مؤشر مهم على أنه لا يوجد بعد تفاهمات. الواضح في القامشلي لوجود النظام ويعني بدأ روسيا بتعزيز قاعدة عسكرية هنا، صحيح، ويعني ربما هي النقطة الوحيدة شرق الفرات التي تمتلك فيها روسيا الطيران الآن. صحيح في نفوذ أقوى على الأرض روسي في القامشلي، لكن أنا لا أظن إطلاقا أنه المسألة حسمت هناك، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت مصرة على الإمساك بورقة قسد، وقسد موجودة كما تعرفين في القامشلي، ولن تفرط بهذه الورقة الولايات المتحدة الأمريكية لصالح روسيا في القامشلي تحديدا. لذلك أعود وأقول لك باختصار، عملية خلط الأوراق مستمرة، لذلك نرى هذا الانزعاج التركي أولا، ونرى أنه أنقرة دائما تلوح بأنها ستعود إلى العمليات العسكرية، هذا مؤشر آخر يؤكد مرة أخرى أنه في على الأرض تفاصيل فيها الكثير من الغموض والتشابه. أيضا عندما طرحت سؤالي يعني قلت أن الوجود الروسي ربما بهذا الشكل المكثف لم يكن في حسبان تركيا، وربما يكون مربكا لأن روسيا لطالما تحدثت عن وجوب تطبيق اتفاق أضنة بالنسبة لهذه المنطقة وليس عقد اتفاقات جديدة كما حدث، وهذا ربما يشكل يعني نقطة ارتباك لأنقرة. صحيح، هذا بالموضوع يعني بالنقطة بالطرح الشمولي للفكرة، نعم لكن في موضوع القامشلي تحديدا برأيي المسألة منفصلة هنا. صحيح في تقدم روسي، لكن كما قلت لك في القامشلي الآن المعادلة ستتغير، وبرأيي أنا أنه واشنطن لن تترك موضوع القامشلي يسلم إلى الروس بمثل هذه السهولة. نعم سيد الياس، يعني هل تعتقد أن الروس هم القوة الأكبر الآن في المناطق التي تنسحب منها قوات سوريا الديمقراطية، أم أن العوامل مثل ما حدث في منبج بعدم انسحاب هذه القوات وفقط تغيير ملابسها إلى ما يشبه ملابس النظام يدل على أن روسيا يعني لا تريد ربما بالضرورة سحب هذه القوات، وإنما تحاول لعب الورقة الكردية يعني ربما في مسار موازي لما كانت تقوم به أمريكا في المنطقة؟ يعني الجانب الروسي لعب بالورقة الكردية بشكل طويل ومنذ سنوات عدة في هذا الموضوع، يعني روسيا تواصل حقيقة لعب هذا الموضوع، هي لا ترغب في الهدف الاستراتيجي الأساسي، وربما هنا نقطة الاتفاق الوحيدة التي ربما أتفق فيها مع الحل الروسي على كل المشكلات واعتراضي على الكثير من مما يقوم به الروس، هي أن روسيا ترغب أن يكون هناك جيش وطني سوري واحد وإنهاء أي دور لأي ميليشيات أخرى، ولذلك الجانب الروسي أظن بأنه في المرحلة النهائية يرغب بأن تنضم ميليشيا قسد وجميع الميليشيات الموجودة المدعومة من قبل إيران، من قبل الأتراك الجيش الوطني أو غيرها من التشكيلات القريبة من تركيا، أن تكون ضمن الإصلاحات التي تتضمنها الجيش السوري وأن تكون ضمن أجهزة الأمن والجيش السوري. لذلك هم لا يؤيدون بأي حال من الأحوال موضوع قسد، ولكن انسحاب قسد من هذه المنطقة بهذا الشكل يمكن أن يؤديه من دون الحصول على
أي ضمانات أخرى. نحن نجد أن المعركة الأساسية الآن هي للإمساك بطريق M4 وهو الطريق الحيوي الأساسي، ولذلك المعارك الأساسية تجري في هذه النقاط التي تحكم هذا الطريق الدولي. غزة تريد أن تبقى في المعادلة بانتظار الحل السياسي، وربما الجانب الأمريكي أيضا يريد أن يكون لهم دورا، أن يكون لقصد دور أكبر في الحل السياسي أو مجلس سوريا الديمقراطية أو الإدارة الذاتية ضمن المسميات التي سماها الكرد حول ويضغطون باتجاه ذلك ربما. طيب دكتور صالحة، يعني ما قد يبدو مخاوف لتركيا الآن، كيف ستعمل تركيا على التعبير عنها؟ هل ستعمد إلى العودة إلى العمل العسكري أم ربما ستحاول يعني الذهاب باتجاه تفاهمات أخرى، لا سيما أن هناك لقاء منتظرا بين أردوغان وبوتين ربما يعني بداية العام؟ خيارات أنقرة برأيي لا تختلف كثيرا عن خيارات موسكو وواشنطن في التعامل مع الملف السوري في هذه المرحلة. الجميع الآن في وضع صعب، صحيح أنه روسيا ربما أقوى على الأرض ميدانيا وسياسيا في علاقاتها، لكن في النهاية السيناريوهات تتقدم باتجاهين، إما اتجاه التسويات للوصول إلى النتائج التسويات، وإما باتجاه التصعيد للوصول إلى النتائج. لذلك أنا قلت لك المسألة غير واضحة، في احتمال أن نذهب وراء سيناريو التصعيد أكثر فأكثر، نتحدث عن شرق الفرات تحديدا الآن، وإما أن يكون هناك في تفاهمات حقيقية باتجاه تجاوز عقبات التجزئيات أيضا التي تحدثنا عنها قبل قليل. لذلك تركيا الآن تأخذ بعين الاعتبار أنه هي أيضا كما قلت لك وضعها حرج وصعب للغاية. لماذا؟ يعني عندما نرى هذه الهجمات في إدلب بهذه الوحشية وبهذا الشكل ضد المدنيين، وأنقرة جزء من تفاهمات الأستانة، جزء من تفاهمات سوشي كما نعرف جميعا، ورغم ذلك يتم هذا الاستهداف وهذا الخرق وارتكاب هذه المجازر، فهذه النقطة تعني أنقرة مباشرة في مسؤوليتها السياسية وفي مسؤوليتها الإنسانية أيضا. اليوم أيضا تبعنا أنا وأنت كيف استمرت العملية، يعني ويبدو أنه هناك تطور في إدلب حتى من الجانب التركي، شهدنا أمس موضوع إعطاء أحداثيات تتعلق مواقع إرهابية. لذلك أنا أقول أنه في موضوع إدلب وربما في الشرق أيضا هذا ينطبق، يعني هذا التحليل الذي سأقوله أنه أنقرة لن تتريث كثيرا إذا ما استمرت هذه الهجمات هذه الخروقات هذه التفجيرات كما شاهدنا اليوم في تل أبيض. يعني هي تقول للاجئ السوري تفضل عد إلى داخل الأراضي السورية وهو يعود، وهناك في عمليات استهداف مباشر للمواطنين مرة أخرى. لذلك أظن خيارات تركيا أيضا قد تتغير إذا ما استمرت هذه العمليات بهذا الشكل. سيد لياس، ما أبرز المخاطر أو الصعوبات التي قد تواجهها الآن القوات الروسية في الشرق، يعني بشكل مختلف عما جرى فيه تقدمها أو سيطرتها في مناطق أخرى في سوريا، وهنا بسبب يعني تعدد مصادر النفوذ في الشرق السوري؟ يعني بداية الخطر الأساسي أنا أعتقد بأن تركيا تريد كسب أكبر مساحة ممكنة من شرق الفرات وإبعاد المقاتلين الأكراد إلى 30 كيلومتر حسب ما تم النص عليه باتفاق سوتشي الموقع في 22 من الشهر الماضي. اليوم كان لافتا أن خلوص سيأكار وزير الدفاع التركي قال بأننا سيطرنا على 4300 كيلومتر مربع من سوريا، بينما كان أردوغان قال قبل أكثر من أسبوعين بأن تركيا سيطرت على 8000 كيلومتر. نحن نعلم بأن هناك قطاع بطول 120 كيلومتر وعمق يصل إلى حدود 30 كيلومتر، بين 28 إلى 30 كيلومتر هي المناطق التي سيطرت عليها تركيا فعليا، وهي ترغب بإضافة بعض المناطق. الخطر الثاني هو أن روسيا لا يمكن أن يعني تحقق أي تقدم للنظام في مجال الاقتصاد وخاصة مع الانهيار الاقتصادي الموجود في مناطق النظام إذا لم تسيطر على منابع النفط، وهو شيء أساسي بالنسبة لإعادة الإعمار بالنسبة لتحسين الاقتصاد، لأن الأوضاع في سوريا تندر بثورة أو بانتفاضة لأن الناس أصبحت هناك جوع، ولا يكفي ما زاده من المعاشات للموظفين لذر الرماد في العيون. هناك تحديات لها أيضا علاقة بأن الجانب الأمريكي لم يتخلى عن دعمه بالكامل من الأكراد بعدما أعطى الضوء الأخضر لأردوغان مرة أخرى، قال بأنه سيبقى مع هذه القوى وربما القوى الكردية أيضا التي تعلمت ألا تثق بروسيا بعد عفرين لن تكون واثقة بها وسوف تواصل كاني آخر، وبعامل أخير ستواصل ضد روسيا العمل. وبعامل أخير هو العامل الإيراني أيضا الذي أصبح هو الحلقة الأضعف
في المعادلة في شرق الفرات، وهو يمكن أن يخرب الكثير من الأمور، خاصة أن هناك قوات موجودة خرق. وهي نقطة أشار إليها أيضا الدكتور صالحة، وربما هي ما تحرض الإيرانيين على الضرب في إدلب. الآن دكتور صالحة أختم معك بهذه النقطة، من الأبقى اليوم في هذه المنطقة؟ من سيستطيع البقاء؟ يعني كما قلت لك برأيي يعني ليست واضحة بعد، لكن الآن نعم نتفق مع مقولة أن روسيا هي الأقدر على تنظيم حركة المرور إذا جاز التعبير، لكن هذه المسألة فيها أيضا الكثير من الغموض بعد. لماذا؟ لأنه كما قلنا المسألة ليست مسألة سيطرة على الأرض فقط أو إدارة شؤون الجغرافيا، المسألة هي التأمين الأمن والاستقرار والتعهد بتنفيذ الالتزامات المتفق عليها. هذه النقطة ما زالت غير واضحة حتى الآن. موضوع منبج مثلا أقرب يعني أزمة نعيشها الآن، أنه ما الذي يجري في منبج وكيف ستقدم المسألة في منبج؟ فيها غموض بالنسبة للجميع على الأرض. لذلك أنا أقول لك مرة أخرى أنه نعم الآن من هو ربما قوي وقادر على يعني روسيا مثلا، البعض يقدم المشهد لأنها باتت تتحدث باسمها وتتحدث نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا في التعامل ببعض الملفات في الداخل السوري، وهذه نقطة تقلق الجميع الآن. يعني تريد أن موسكو تتحدث باسم النظام، لأن ما يجري بين هذين الطرفين لا يعلن، يعني غير معلن، لأن ما يجري بين هذين الطرفين غير معلن على الأرض. هذا ما كنت سأقوله لك، يعني تريد أن تتحدث باسم اللاعبين المحليين على الأرض، تريد أن تناور نيابة عن تركيا وعن إيران، وأن تكون فقط لاعب واحد يعني على مستوى ثنائي مع الولايات المتحدة الأمريكية أمام الطاولة النهائية في الملف السوري. لا أظن لا تركيا ولا إيران سيقبلان هذه الصيغة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور سمير صالح أستاذ العلاقات الدولية، كنت ضيفي في الاستوديو. الشكر أيضا موصول لضيفي عبر سكايب من موسكو سامر الياس الصحفي المتخصص بالشأن الروسي. مشاهدينا المزيد من الأخبار والمعلومات على موقعنا سيرة.tv. إلى اللقاء.